السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في قناتي، قناة موني لايف ستايل. أنا منال سليمان، ميك اب ارتست وفيديو بلوجر وفاشونيستا. لو أنت أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تدعميني بسبسكرايب، وكمان لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتدوسي على الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد وهتستفادي معايا. النهاردة هتكلم عن براند او ماركة سمعت عنها كتير واتكلموا عنها كتير يوتيوبر، مش بس انا، يعني انا مش اول واحدة اتكلم عنها، لكن بصدق انا كنت من الناس اللي بتخاف من الحاجات اللي مش معروفة. مش كل الناس، يعني لو روحتي اي بيوتي بار او صالون علشان تعملي ميك اب ما بتلاقيش الماركات دي عندهم فبتقلقي. اتكلم عنها ناس محدوده ومن زمان قوي اتكلموا عنها، وانا من ساعه ما بدات القناه بتاعتي وانا ماشيه على لاين واحد، حاجات كلها براندات غاليه. انا ما قصدتش ده، بس يمكن المكان، وانتوا عارفين ان انا عايشه في الكويت، لكن انا يعني لفت نظري كلام الناس عن ماركه ايسنس. طيب يعني حاولت ادور في اماكن فين ايسنس، عايز اقول لكم تعبت جدا عبال ما لقيت المكان اللي بيبيع ايسنس او الستاند. لكن لو رحتي اي مكان تاني في الاسواق الشعبيه بنلاقي بعض الحاجات، لكن مش بتلاقي ستاند كامل من A to Z لايسنس خالص. لكن مش هنكر اني كنت خايفه، لكن قلت لا انا هشتري حاجات ولازم اجربها. بقالي حوالي يمكن اسبوعين او 3 اسابيع بنزل الدوام الصبح وانا يعني مصممه ان انا احاول اعمل ميك اب كامل بسيط للصبح من ايسنس علشان اروح وارجع اقدر ادي رايي. يمكن لحد دلوقتي انا ما وصلنيش اي حاجه من اي شركه ولا اي حاجه، اي حد قال لي جربي لنا البرودكت واعملي لنا اعلان عنه، والحمد لله. وعلشان كده يمكن انا بتكلم فعلا بصدق عن المنتج لاني انا دافعه فلوس. في فرق كبير من ان يوتيوبر يجي لها سامبل، والسامبل ده حتى لو هو نص نص مش عاجبها قوي مش هتقول رايها، مش هقول مش بصدق، لكن مش هتقول رايها كاملا، لان طبعا الشركه ممكن تكون جايبه لها مثلا منتجات كتير، ويعني ممكن تكون محرجه انها تقول كل العيوب، او هتاخد بس الحاجات اللي فعلا عجبتها ومش هتقدر تقول ان في حاجات كويسه وحاجات مش كويسه. علشان كده يمكن ده الفرق بيني مثلا وبين اي يوتيوبر اتكلمت عن المنتج ده. ده منتج بالنسبه لنا هنا في الكويت رخيص جدا، وما تخيلتش ان هو يكون بجد بالقوه دي. لكن بجد انا دخلت في خط ان انا لازم اجرب، مش بالكلام، مش حد ينصحني، لا انا لازم اختار واخد الحاجه واشوفها وانا اقرر بنفسي. اولا انا بشرتي جافه، تمام؟ فلما روحت اجيب الفاونديشن بتاع ايسنس، في للبشره الجافه وفي للبشره اعتقد العاديه، هو درجاته قليله شويه في الفاونديشن. انا هتكلم عن اول حاجه جبتها واستعملتها هو الفاونديشن. كله اتكلم عنه برده، كان في نوع تاني اللي هو مكتوب عليه 16 ساعه، لكن انا حبيت الكفر بتاع ده التاني اللي مكتوب عليه اعتقد حاجه ستي ايسنس ستي 16 اورز، لقيته ووتري شويه يعني خفيف. لكن الكاميفلاج ده شوفوا قد ايه الحجم الفاونديشن، بجد انا ما تخيلتش ان الكفر بتاعه يبقى بالطريقه دي ابدا. انا الدرجه بتاعتي اللي جبتها 30 هاني بيج، عارفين يعني زي السي سي مثلا، هو مش هقول انه فول كفر، يعني ممكن تحطي منه طبقه مثلا تنزلي بيها تروحي بيها حفله هيبقى صعب، لكن لو انت بعد الظهر او نازله الصبح للدوام حلو جدا. بالدينار، واحد دينار 950 يعني 2 دينار. احاول انا حاطه بس للاسف فاونديشن، لكن هوريكم الدرجه عليا عامله ازاي. هو مش خفيف ومش تقيل، شايفين الكفر بتاعه، بيفضل معاكي يعني لحد اخر الدوام، وممكن كمان لبعد كده يعني لحد المغرب زي ما انتم شايفين. يعني اتصدمت ان حاجه بالسعر ده تكون بالجمال ده. يا ريت اللي يعرف ايسنس ومجربش لسه فاونديشن روحي هاتيه وانتي قلبك جامد. السعر حلو، الكفر حلو، بيعطي لوك في منتهى الجمال، بس لازم تختاري الدرجه بتاعتك كويس. تاني حاجه من ايسنس هنشوفها مع بعض. تاني حاجة هتكلم عليها برضو من ايسنس وهو فاونديشن اسمه سوفت تاتش
موس. الدرجه بتاعتي برضو في 3. هي مش درجتي على فكره، هي درجه شويه دارك او اغمق شويه، يعني لو قارنا مثلا بينهم هما الاثنين ده اتقل، ده الكفر بتاعه اكتر، السمك بتاعه يعني اعتقد ده ينفع للبشره الدهنيه مثلا، لانه زي ما انتم شايفين انا وزعته على بشرتي كويس، بيقفل كويس قوي المسام الدهنيه وما بيفرزش. لكن طبعا انا جايبه درجه شويه دارك لاني ساعات بحب احط زي التان، يعني اكون شويه برونزي، وقلت برضو عشان اجرب كل الدرجات مش هخسر حاجه، وعلشان ساعات بعمل ميك اب طبعا لبعض الناس بيكونوا سمر شويه. ده شكل الموس. طبعا درجه هنا اغمق شويه بس انا بحب الدرجه دي، ساعات بحطها. لو دي مش هحتاج بس غير يمكن تاتش خفيف بس بلاشر وهنزل. صفت كريمي للبشره الجافه ده عجبني جدا، ده برضو ده نفس السعر بس اعتقد ده يمكن كميته اكبر شويه، ده برضو سعره 2 دينار يعني حوالي 120 او 100 معرفش في مصر، لو حد على الكومنت يقول لي الاسعار هنا زي في مصر ولا لا يا ريت حد يرد عليا. دلوقتي هنروح لثالث حاجه جبتها من إيسنس. انا بجد يعني مش هقول لكم مصدومه بس يعني مش مصدقه اني الاقي ماسكارا بالجمال ده بالسعر ده، بجد بجد مقابل لانكوم. يعني انا عندي ماسكاره لانكوم الاثنين جنب بعض نفس القوه نفس اللون الاسود، بتطول بتكثف، ووتر بروف، بتستنى لاخر اليوم. دي فوليوم اهي الاسم بتاعها، اوكي. الفرشه بتاعتها زي ما انتم شايفين اهي. الماسكاره دي لازم لازم تجربوها ونشوف بعد كده معانا ايه. رابع منتج اخدته من ايسنس البلاشر ده على يمكن بيج درجته 30 روز مي اب مات. شايفين اللون ده رقم 3 برضو، وحطيته على فكره في اللوك اللي فات اللون اللوك الازرق، هتلاقوني حطاه بيجمنتد وحلو قوي. شوفوا قد ايه الكالر، قد ايه بيجمنتد، قد ايه واضح، قد ايه ناتشرال. جربوه وجربوا الدرجه دي لو انت لونك من لوني، جربيه حلو جدا جدا. الحاجه الثانيه اللي جربتها وخيال خيال، طبعا انتوا عارفين ان واي اكس والالوان بتاعتهم وريميل، ريميل عندهم نفس القلم بس بجد مش بيجمنتد زي ايسنس. اللون البيج ده فظيع فظيع، سلكي نود، وهو فعلا نود اهو. هنشوف البيجمنتيشن بتاعه، شوفوا شوفوا المنظر، شوفوا عمل ايه في العين، خدوا بالكم اللون وقد ايه هو مات. لازم يكون عندك ما الدرج الدرج اللي فيه الميك اب بتاعك ما يخلاش من ايسنس اللون البيج، وسعره يمكن دينار وربع. الاي شادوز ده او الاي شادو ده عباره عن جليتر فظيع يا بنات، هو كريمي وسبوتس، يعني اللايت بتاعه فظيع وبرده رخيص بدينار 750 في فظيع. يا رب يكون واضح، ودل على رمادي شويه وده على روزي يمكن او على سيمون. اوريه لكم برضو على عيني. اسمهم ميتل شوك، كان لبستيك فظيع، الوان منه طوبيه، انا جبت اللي على موف شويه. شوفوا الدرجه اهي فظيعه فظيعه. على فكره هو مات وفي نفس الوقت كريمي تحفه تحفه، مش بينشف الشفايف وفي نفس الوقت مات، واحنا قلنا ان الموضه دلوقتي المات. واخر حاجه هتكلم عليها الفرش، بجد ما صدقتش ولا اسعارهم ولا الكواليتي. نعمه جدا جدا، انا جبت منهم برضو مش كتير، جبت الفرشه دي اللي هي بتاعه الكونتورنج اللي هي بتبقى عامله زي انجل كده
زي ما انتم شايفينها ناعمه قوي قوي. جبت كمان بتاع الكونسيلر، انا حاطه النهارده بيها الكونسيلر اللي تحت الحواجب، قويه طبعا برضو زي ما هي، زي ما قلت لكم ان هو الشعر بتاعها مش طبيعي صناعي، لكن حلوه قوي قوي، حلوه قوي في التحديد الكونسيلر. لو انت هتعملي كريز او عايزه تحطي مثلا توزعي مثلا كده الاي شادو. واخر حاجه جبتها الاي برو براش اهي، ايسنس، ثانك يو ايسنس، وام سوري وام سوري لاي حد انا يعني حاولت اقول له ان انا بخاف من الماركات الرخيصه. البنات اللي بيروحوا يشتروا لانكوم ماسكارا، خدي ايسنس ما تخافيش. اللي بتروح تاخد فاونديشن جوتشي ما تقلقيش، خدي كومي فلاش وحطي طبقتين وهيبقى حلو جدا جدا. ماركت ايسنس ثانك يو، انا الحاجات دي جبتها كلها علشان اجرب واقدر اقعد واقول لكم ان ايسنس براند حلو. لو انت عايزه تروحي تشتري اشتري وانت قلبك مطمن. وفي نهايه الفيديو يا رب يكون النهارده معلومات الريفيو عجبكم، واتمنى تعليقاتكم تحت الفيديو علشان تقولوا لي رايكم في الحاجات اللي اشتريتوها، ولو اشتريتوها فعلا تقولوا لي رايكم ايه، ولو في حاجه تاني من ايسنس انا ما جبتهاش وهي انتوا شايفينها انها كويسه يا ريت تحطوها لي في الكومنت علشان اجربها للناس اللي ما يعرفوش ايسنس. وفي نهايه الفيديو بشكركم جدا لمتابعتي، واستنوني في رمضان حلقات نار نار نار. انا مش تعملوا لي سبسكرايب وتعملوا شير لكل اصحابكم اللي بيحبوا الميك اب، واشوفكم على خير. باي باي.